تعرف على مذكرات المادة العلمية للبرنامج التدريبي دورة تدريب مدربين اللي نقدمها. تكون المادة العلمية من مذكرات التالية: أولا مذكرتين جزئين، هي عبارة عن عرض الباوربوينت للمادة العلمية، هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني، وهو يتكون من عرض كامل باوربوينت. لو تلاحظون في شيء جميل في عرض الباوربوينت هنا، إن عرض الباوربوينت مفصل بالكامل، كل شريحة تحتها يوجد المرجع العلمي اللي أخذت منه هذه المادة، وتشير لفين حتى يستطيع أن يرجع المدرب بعد الدورة ويستطيع أن يبحث. مشكلة على شكل رسومات بحيث يستطيع العودة لها بعد البرنامج التدريبي، هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. الجزء الأول مكون من حدود 350 صفحة، يركز فيها على مهارات العرض والتقديم ومهارات إعداد تحليل العمل ومهارات اللي هي مسار التدريبي والمسار الوظيفي. الجزء الثاني يركز على مهارات التعلم ومهارات إعداد الحقائب التدريبية، هذه بالنسبة لعرض الباوربوينت.